كانت شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلو بكم، مرحبا بكم في قناتنا على كورت. دعوا اللايك دعوا سبسكرايب، هيا بنا على بركة الله نبدأ مقطعنا لهذا اليوم مع أخبار تقنية جديدة. هيا بنا لنبدأ. ونبدأ بخبرنا الأول مع شركة أوبو. وأوبو تستعد لإطلاق الأوبو رينو 4، والذي تم تسريب له تسريبات واقعية للجهاز. الجهاز سوف يأتي بثلاث عدسات وعدسة تايم أوف لايت. سوف يكون بتصميم شبيه بالإدج بلاس الخاص بشركة موتورولا مع الآيفون 11 برو في ارتفاع الزجاجة عن سطح الجهاز. المهم، الجهاز سوف يأتي بكونترول ديسبلاي مع إدج. سوف يكون الجهاز ب سناب دراجون 765 جي لنسخة البرو والنسخة العادية. الجهاز يعني سوف يأتي ب 48 ميجا بكسل كاميرا أساسية وكاميرا ألترا واي وكاميرا بورتريت، وفي البرو قد تكون تيليفوتو. هذه هي التسريبات التي نعرف عن هذا الجهاز. الجهاز سوف ينزل قريبا، لأن التسريبات في الصين يعني رأينا الجهاز، يعني رأينا الجهاز صور واقعية للجهاز. هذه أخبارنا من شركة أوبو، وننتقل لخبرنا التالي. هواوي انجوي زي 5G. هذا الهاتف داعم لل 5G وفي الفئة المتوسطة. يأتي بالمواصفات التي أمامكم والديزاين الذي أمامكم. الهاتف يعني يعطي قيمة مقابل السعر، سعره 276 دولار. هذه الهاتف يعني يعطيك شيء ممتاز مقابل السعر، داعم لل 5G، وسوف ينزل في الصين لأن سلسلة الانجوي ستكون فقط في الصين. نتمنى أن ينزل في دولنا العربية بهذا الاسم أو بغيره. المهم أن ينزل هذا الهاتف بمواصفاته وسعره الرائع الذي يعني ممتاز. العيب الوحيد فقط أنه بدون خدمة جوجل، ولكن هو فيها الـ HMS هواوي موبايل سيرفيسز. هذا يعني هناك من يؤيده وهناك من يعارضه. المهم، هاتي أخبارنا مع شركة هواوي، وننتقل إلى خبرنا التالي. وتسريبات لهاتف قد ينزل من شركة HTC، والذي هو هذا التصميم الذي أمامكم. هذا التصميم هو تصميم تجريبي لهاتف قد ينزل في السوق من شركة HTC. رأينا ديزاير 20 برو، قد يكون هذا هو ديزاير 20 العادي. لا أنا أعلم. الجهاز يعني نرى أنه فيه واتر دروب نوتش وأربع كاميرات على شكل الأوبو رينو 3 العادي الذي لا يدعم الـ 5G بالطبع. المهم، هذا الجهاز سمعنا عنه أنه سوف يكون دائما للـ 5G، ونتمنى أن يكون بسعر جيد من شركة HTC وتعود لنا بهاتف جيد، وأن تستطيع أن تفعل ما فعلت نوكيا، أن تستعيد الشهرة التي اكتسبتها في أيامتها السابقة. فأقل إنجاز لهذه الشركة هو الستيريو سبيكرز، التي نرى أن في الهواتف الحالية إذا لم نرى هاتف بستيريو سبيكرز نقول هذا عيب كبير. المهم، هذه هي أخبارنا عن شركة HTC، وننتقل إلى خبرنا التالي. وتسريبات للنوت 20 بلس، والتي هي تسريبات للتصميم الذي شبه نهائي للهاتف، والذي هو سوف يكون على الشكل التالي: مربع كبير فيه ثلاث كاميرات، على الكاميرا تيليفوتو وتدعم البايروسكوب الذي هو ذاك المربع الذي في الأسفل. الجهاز قد يأتي ب 6.9 إنش مع شاشة LTPO 120 هرتز مع كواد HD بلس. كاميرات يعني سوف تكون أحد أفضل الكاميرات التي سوف تنزل في السوق، لأنه هاتف الفلاكشيب والأقوى لسلسلة النوت. سوف يكون الهاتفين النوت 20 والنوت 20 بلس، والبلس بالطبع سوف يكون هو الأقوى لشركة سامسونج، وقد يكون سعره يبتدئ ب 999 دولار. هذه تسريباتنا مع هذا الجهاز، وننتقل إلى خبرنا التالي. وننتقل إلى خبرنا التالي مع شركة فيبو. وفيبو تستعد لإطلاق أول هاتف لها يحمل تقنية الجيمبول كاميرا، والذي سوف يكون هذا الهاتف والذي هو X15 والX15 برو. سوف يكونون هذان الهاتفين بكاميرات رباعية، أحد الكاميرات باروسكوب وأحد الكاميرات تدعم الاستابلايزيشن القوي والذي تسميه شركة فيبو الجيمبول، لأنه أقوى مثبت بصري. لا يوجد هاتف بنفس الثبات في الهاردوير. وسوف يكون بكاميرتين، احد الكاميرات بورتريت واحد الكاميرات الترا وايد. المهم، الجهاز سوف ياتي بكنترول ديسبلاي قد يكون بشاشه 120 هرتز
ولا نعرف مواصفات الجهاز، قد يكون بأحدث معالج من شركة سناب دراجون، والذي هو 865 قد يكون بالإكسينوس 850 الذي رأيناه في هاتف الإكس 30 والإكس 30 برو. المهم، هذه تسريباتنا مع شركة فيفو، وننتقل إلى خبرنا التالي. وننتقل إلى خبرنا الثاني مع شركة شاومي، والمي ميكس 4 سوف يأتي رسميا بكاميرا تحت الشاشة. تسريبات للجهاز واقعية، نرى فيها أحد الأشخاص يستعمل الجهاز، وهو هذا الجهاز سوف يكون بشاشة كاملة بدون بوب أو كاميرا، لأن الجهاز مصور من الجهة التي قد تكون فيها بوب أو كاميرا، لا يوجد مكان للبوب أو كاميرا. يعني الجهاز سوف تكون احتمالية كبيرة جدا أنه سوف يكون بكاميرا تحت الشاشة. وشاومي تطور في هذه التقنية، رأينا هاتف كونسبت لها أعلنت عنه ورأينا التقنية. المهم، التقنية فيها بعض التعقيدات في مسألة الضوء الذي يمر من الشاشة للكاميرا، ومسألة الدقة التي قد تقل. المهم، يعني تطوير هذه التقنية قد يكون أفضل شيء فعلت شاومي. نتمنى أن يكون الجهاز يعني على عتبة $800. يعني صراحة شاومي تزيد الأسعار هذه الأيامات. نتمنى تعود شاومي على نهجها الفلاجشيب الرخيص. وننتقل إلى خبرنا التالي إلى ما يكون التسريب لتصاميم تخطط شركة شاومي أن تضع في هواتفها القادمة، والذي هو هذا التصميم الذي أمامكم. فيه تصميمين، تصميم على اليمين وتصميم على الشمال، المهم متشابهون. المهم أن الكاميرا سوف تكون عمودية في الوسط، يعني تصميم جيد. أتمنى أن تكون الكاميرا يعني تحت الزجاج مثل سلسلة الأوبورينو، ولكن هذا لا يمنع أن التصميم جميل. سوف تكون بواتش دروب. قد يكون هذا الجهاز سوف ينزل في الفئة المتوسطة في بدايتها، يعني في $200 $190 هكذا. ونتمنى أن يكون التصميم معدل عليه ويكون فيه ألوان جيدة. يعني نتمنى أن يكون هذا التصميم، لأن صراحة تغيير كبير مقارنة بكاميرات الطولية أفقية والتي مللنا منها من شركة ريلمي. وهكذا قد نكون نهينا فيديونا لهذا اليوم. أعطونا رأيكم في التعليقات إذا أعجبكم الفيديو أم لا، وإدعمونا باللايك وسبسكرايب والشير لكي يزداد عدد الكورس فاملي. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبيس أوت.